كتشي العشرة واثنين وثلاثين دقيقة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج لالا مولاتي, وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند ليلى كامل ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي تشارك بهم معنا اليوم. صباح الخير ليلى. صباح النور سناء. صباح اختي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. صبحتيك كلشي مزيان؟ الحمد لله الله يبارك فيك. نتمنى حتى تكونوا بخير والطاقم كامل ان شاء الله. مرحبا بسلامك ليلى, اختك علينا, شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك. بالنسبه للاقتراحات عندي لكم ثلاثه ديال الوصفات, نحاول نقولهم بسرعه باش ما نعرفش. الوصفه الاولى ترطب بالكريمه ديال نعطيك المقادير. تفضلي. العجين كنحتاجوا ليه 250 غرام ديال الطحين الفرن. 120 غرام ديال الزبده, جوج معالق ديال السكر, معلقه ديال الكاكاو السوس, وبيضه, وكيس ديال الفاني. هذا العجين. ندوزو للحشوه. الحشوه كنحتاجو لها 200 غرام ديال بودره ديال اللوز. 120 غرام ديال السكر, 120 غرام ديال الزبده, جوج بيضات, وعصير ديال الحامضه, وجوج معالق ديال الدقيق ديال الطحين. نعاود المقادير الا سمحتي. المقادير كنحتاجو في العجين 250 غرام ديال الطحين, 120 غرام ديال الزبده, جوج معالق ديال السكر, معلقه ديال الكاكاو, بيضه, وكيس ديال السكر فاني. الحشوه كنحتاجو لها 200 غرام ديال البودره ديال اللوز, يعني اللوز مسلوق منشف ومطحون. 120 غرام ديال السكر, 120 غرام ديال الزبدة, جوج بيضات, عصير ديال الحامضة, جوج معالق ديال الطحين. جوج معالق ديال دقيق الفرص ديال الطحين. الفرص. بالنسبة للطريقة ديال العجين كنخلطوا المقادير ديال العجين كاملين مع بعض, كنخدموهم بصبعنا مزيان لأنه ساهل هو في الخدمة ديالو, ما كياخدش حتى أربعة ديال يعني في ساعة كيوجد. كنصفوه في المول ديال المول ديال لاطاخت, من الأحسن يكون عنده القاعدة متحركة باش يجي المنبر زوين. كنصفوه كنخشيوه في الكونجيلاتور ونخليوه, أولا الفريكو ونخليوه بين ما وجدنا الحشوة. ندوز الحشوة, كنخلطوا الزبدة مع اللوز والسكر, كنضربوهم مع بعضياتهم كي حتى كينسجموا مع بعضياتهم, كنزيد لهم البيض والطحين والحامضه العصير ديال الحامضه. كناخذوا الخليط ديال الحشوه وكنكبوا, باش كنجبدوا العجين ديالنا كنكبوه فوق من العجين وكندخلوه للفران لدرجه الحراره ديال 180 ثلث ساعه وكتكون واجده لهنا. يعني ما كتحتاجش للطياب بزاف هاد العجين؟ لا, ثلث ساعه كتكون واجده, كتكون طايبه العجين مع ديك الكريمه مره واحده. الكريم ديال تتوجد فيه ساعه, تجي زوينه لذيذه بزاف وخفيفه, زعما رائعه من لا فعلا ممتازه, الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هذه تارت بكريمه ديال اللوز. نمشيو للاقتراح الثاني يا ليلى. نمشي للاقتراح الثاني. غادي نعطيكم واحد لاصوص سميتها الصلصه الاندلسيه. هاد لاصوص كنقدموها مع الدجاج اللحم, ممكن نديروها في الهمبرجر, كتجي لذيذه بزاف وسهله وزعما مبتكره في زوينه بزاف. كنحتاجو في المقادير جوج حبات ديال المطيشه, بصله صغيره, فلفله حاره وحده, وفلفله حلوه مليحه, جوج فصوص ديال الثوم, نص كاس ديال الزيت, قزبور ومعدنوس, قرشيشة ديال الإبزار, وربعة المعالق كبار ديال المايونيز. بالنسبة للفلفلة الحلوة الحمراء ولا الخضراء؟ الفلفلة الخضراء. الخضراء. والحارة الحارة لكم اختيار, سواء حلوة سواء. بالنسبة للمقادير نعاودهم ياك. جوج حبات ديال المطيشة, بصلة صغيرة, فلفله حاره وفلفله حلوه, الملح, جوج دريسات ديال الثوم, نص كاس ديال الزيت العاديه ديال المائده, قزبور ومعدنوس, رشه ديال الابزار, وربعه المعالق كبيره ديال المايونيز. الطريقه, المطيشه كنديروها في الماء مغلي واحد خمسه ديال الدقائق ولا اربعه ديال الدقائق باش تشيل لنا القشره بسهوله بلا ما تضيع منها.
كناخذوا مقله كنديروا فيها داك الزيت داك نص كاس الزيت ديالنا وكنديروا وكنقطعوا عليها هذيك الصيره الصغيره ديلاميل طريفتها قطوال مشوض طوالين زعما مشارح كندوزوها في ديك الزيت بلا ما تحمر غير الدبل كنزيدوا ليها القزبر والمعدنوس وكنزيدوا ليها هذيك الطماطيشه ديالنا بعد ما قشرناها وكنزيدوا ليها التوابل اللي هما الثوم والرشه ديال الفلفل الاسود ديال الابزار فاهمين ومن بعد الفلفله ديالنا الحاره والحلوه كنكونوا شويناهم كنقشروهم ونعاودوا نزيدوهم حتى هما فوق من المقله مشويين تماما وكنحركوا بشويه بشويه حتى غير بين ما نشفات لينا من الماء ومن درتوا لي لاصوص ناشفه شويه وخطره كنديروها في الميكسر في الخلاط وكنطحنوها مع 4 المعالق ديال المايونيز كنطحنوها مزيان حتى تطحن كتولي كريم بحال شكل المايونيز لونها كيجي ماشي احمر اورانج بالضبط كنطحنوها مزيان وكنقدموها الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك قلتي لنا هاد الصلصة مع شنو نرافقوها؟ كنرافقوها مع الدجاج مع اللحم كنرافقوها كنديروها في الهمبرغر هي كتجي الهمبرغر رائعة يعني كتدي المذاق ديال الهمبرغر سندويتشات الطريقة ديالها سهلة الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك الله يبارك فيك مازال نعطي اقتراح آخر نعطي واحد البانكيك مالح تسوى بسيط وسهل كيوجد في ساعة 125 غرام ديال الطحين 3 البيضات 5 المعالق ديال الحليب شويه ديال الملح شويه ديال الابزار معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون زيتون اخضر طريفات وكاشير اولا فروماج كاشير مهم حشوة اختياريه القزبر والمعدنوس الطريقه هو كنخلطوا هاد المقادير كاملين الدقيق البيض الحليب الملح الابزار الخماره وزيت الزيتون والزيتون الخضر والكاشر والجبن والقزبر والمعدنوس كنخلطوا مع بعضياتهم مزيان كنحطوا في الخليط كنخليوه يرتاح 4 ساعة وكنبداو نطيبوا في المقله ديال الكريب بحال شكل لاكريب الكاشر الا سمحت الكاشر في المش مقطع طريفات ولا محكوك؟ لا محكوك محكوك تمام وكنطيبوه بحال شكل ديال البغريف وكنكبوا مغرفة هو تيجي ثقيل على البغريف الشكل ديالو ولكن كنكبوا مغرفة وكنخليو كيطيب من الجهه كنقلبوا للجهه الاخرى كيطيب حتى هو زوين بزاف الكوتي وخفيف وسهل فعلا البانكيك هو سواء المالح ولا الحلو يعني كيجي ممتاز واكيد انه كيبغيو الكبار والصغار وهكا بهذا الشكل المالح الله يعطيك الصحه ليلى تبارك الله عليك الله يبارك فيك شكرا بزاف على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم شكرا لكم كاملين تحيه لكم مرحبا بسلامك تحياتنا ليلى كاملين مشكوره جدا على هاد الاقتراحات اللي قدمت لنا واللي هي سهله في الطريقه والمقادير كيف ما قدمتهم لنا نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله بالصحه والراحه